بينا موجود. باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. اليوم السادس عشر من شهر برمهات المبارك، أحسن الرب انقضاءه وأعاده علينا وعليكم، ونحن في هدوء واطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب يا آبائي وإخوتي، آمين. في مثل هذا اليوم من سنة 1702 للشهداء الثلاثاء، 25 مارس 1986 ميلادية، تجلت العذراء القديسة مريم فوق كنيسة القديسة ديميانا بأرض بابا دبلو بحي شبرا بالقاهرة، وذلك في حبرية قداسة البابا شنودة الثالث البطريرك 117، بداية من ظهور في هيئة نور عجيب لا يعرف مصدره، ثم صاحب هذا الظهور بعض الظواهر الروحية كظهور الحمام في المساء ورائحة البخور والنور الساطع المبهر الذي انبعث في أماكن مختلفة بالكنيسة. وتحدثت عن هذا الظهور وسائل الإعلام المختلفة أجنبية وعربية، وقد أكد هذا الظهور تقرير أصدرته اللجنة المجمعية المكلفة من قداسة البابا بتقصي الحقائق. شفاعة العذراء القديسة مريم فلتكن معنا، آمين. وفيه أيضا من سنة 483 للشهداء، 767 ميلادية، تنيح القديس البابا خائيل الأول البطريرك السادس والأربعون من بطاركة الكرازة المرقسية. بركة صلواته فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا، آمين. ربنا موجود.